هو الحقيقة مبادرة من مركز طرابلس الطبي لعقد مثل هذا اللقاء، مشكورين عليه الحقيقة شكر بالغ، وأنا أكبر فيهم هذا الجهد وهذا الإصرار رغم الظرف العام اللي موجود نعرفه كلنا، لكن أرادوا إقامة هذه الورشة العمل أو هذا الملتقى لنقاش جزئية وتخصص دقيق في جراحة الأعصاب، يعتبر من الأشياء المتطورة جدا واللي تعتبر يعني آخر ما وصل إليه العلم في جراحة الأعصاب الوظيفية، نسميها جراحة الأعصاب الوظيفية والفراغية. فهي نقاش لهذا الموضوع وهذه الجزئية. هذا التخصص حاليا غير موجود في ليبيا، فبجهد الزملاء وبجهد الضيوف إن شاء الله يعني هذه بادرة أو بداية، نتمنى ونرجو من الله أن يوفق ويسدد الخطى للبدء ولانطلاق في هذا التخصص لرعاية أو خدمة المرضى المحتاجين. بعون الله في الأيام والأسابيع القادمة نحاول نديروا حملة توعية للمرضى، أساس أن الشيء هذا راح يخش للبلاد بعون الله. عارف الأعداد كبيرة، بالذات إحنا بعد الحرب اللي مرنا بها واللي قاعدين نعانوا منها، راح يكون في هلبة جرحى وهلبة شباب يشكي من ألام في الأرجل ويشكي من ألام في الظهر، هذه كلها تبي علاج، وهذه واحدة من الخطوات اللي بعون الله لو وفقنا ربك إن ندخلوها راح تكون خطوة وللأمام في علاج هذه المرضى. الحمد لله جينا لهوني مشان تنشوف our colleagues of about the neurosurgeon and I want to thank to Professor Faisal Talib to succeed this beautiful congress about stereotactic and functional neurosurgery, the first stereotactic and functional neurosurgery workshop in Libya. I'm very happy to be here with a great city, with a great country, and with a great friends. And we talked about stereotactic and functional neurosurgical procedures, about the neuromodulation procedures, which help the patient's care, which help the miserable with about the pain or movement disorders patients. I'm very happy to be here. In that each leaf and the blossom cover the other ends of the leaf with care to prevent fluid entering and